او استاذ عبد الغني، ليه شايف ان الاوقاف ليها حق التصدي للفتوى؟ انتوا بتتكلموا ان انتوا بقالكوا 30 سنه يمكن على طول، او مدار 30 سنه كان هناك حق ليكوا في الفتوى، فليه شايف انه لا احنا لازم نكون ده حق اصيل ولازم تكمل فيه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن عايز يعني أشير إشارة في غاية الأهمية. هو الحكومة المصرية، الحكومة ما قدمتش مشروع قانون للفتوى، ولا الأزهر الشريف عمل دراسة إن هو يقدم قانون للفتوى. القانون ده اقتراح بمشروع قانون مقدمه عضو في مجلس النواب اللي هو الدكتور عمر حمروش، عضو مجلس النواب وامين سر اللجنه الدينيه. فاللي قدم الاقتراح، يعني ده امر لازم نوضحه، اللي قدم الاقتراح هو عضو مجلس النواب، اقتراح بمشروع قانون تقدم به عضو مجلس النواب. ودي مبادره طيبه، احنا فعلا مطالبين بان يبقى في ضبط لمساله الفتوى في المجال العام. صح، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا حضرتك وزارة الاوقاف فيها 5000 امام وواعظ في المراكز الاسلامية في كل دول العالم، سواء وزارة الاوقاف هي اللي بتتحمل تكلفتهم او الدولة المضيفة هي اللي بتتحمل تكلفتهم، او بيبقوا منتدبين بعقود خاصة، عددهم 5000 موجودين في المراكز الاسلامية بره. الموجودين في المراكز الاسلامية اللي انت اصلا بتنازعي دلوقتي، بدأت تركيا تدخل في عاملة دعاة، بدأت الدول عندها دعاة. فاللي بيمثل الأزهر الشريف واللي بيرتدي عمامة الأزهر الشريف في الخارج، في كل القوة الناعمة وهذه القوة التي تمثل الأزهر الشريف في الخارج، هو الإمام التابع لوزارة الأوقاف اللي هو عدده حوالي 5000 إمام وداعية موجودين بخارج الدول. تمام. في حتى يعني قاعدة في الطب، ازاي انا اصدر دواء لبره وهو ما الدواء بلاد المنشأ بتحرم رفض عليه الدواء ده ان هو اصلا الدواء مش وتداوله في موجود؟ الاسواق. يعني تمام. فده امر بديهي. طيب النقطه الثالثه، ايه هو المعمول بيه؟ احنا المعمول بيه، مين اللي قال ان احنا لا يحترم راي مجمع البحوث الاسلاميه وراي هيئه كبار العلماء وراي الافتاء؟ ائمه الاوقاف يحترمون تماما راي دار الافتاء المصريه، انا بتكلم بقى على العمل بتاعه. بدليل كان في مواجهه في شهر رمضان، لما طلعت بعض الجماعات، افكار الجماعات قالت ان الوقت بتاع الفجر مش هو وقت الفجر، فطلعت دار الافتاء قالت لا وقته كذا. لما طلعت دار الافتاء قالت ان مقدار زكاه الفطر كذا، طلعت بعض الجماعات قالت لا ده انتوا ما تعملوش الا حبوب. مين اللي تبنى ان هو يقول لا ده راي دار الافتاء صحيح ويوضحه للناس ويبصر بيه الناس؟ ائمه الاوقاف اللي هم منتشرين في النجع وفي القريه وفي المركز وفي المدينه، والناس بترتد عليهم زي ما حضرتك قلت 5 مرات. النقطه الرابعه، ودي نقطه في غايه الاهميه ومساله امن قومي بالنسبه للوطن، امر في غايه الاهميه. حضرتك احنا الاشكاليه الكبرى اللي احنا بنعيشها بالنسبه للخطاب الديني ايه؟ ان احنا يكون خطاب الازهر الديني، مفيش حاجه اسمها مش ازهر، يعني مفيش حاجه اسمها الاوقاف مش ازهر، ومفيش حاجه اسمها دار الافتاء مش ازهر. المظلة اللي هي موجودة فوق الجميع هي الأزهر الشريف. ولو الأزهر عايز يبقى فيه خصوصية لبعض الجهات، لازم يتم تعديل قانون الأزهر. القانون اللي بينظم الأزهر نفسه يتم تعديله. ليه؟ لأن أنا لما أجي، أنا مشكلتي الحقيقية هي حضور خطاب الأزهر المستنير الذي يعبر عن الإسلام محل خطاب الجماعات. أنا أجي أخسر 60,000 سلاح، اللي هم 60,000 إمام، أخسرهم دفعة واحدة مقابل مين؟ مقابل إن تبقى الأفكار والأفهام بتاعت جماعات الإسلام السياسي هي اللي تبقى أكثر حضورا على ده. أنا معركتي الأساسية، المعركة اللي كل الناس مشغولة بيها، ويمكن الرئيس كان في أول خطاب له اتكلم على موضوع تجديد على الخطاب الديني. الإشكالية الكبرى هي إشكالية أن يكون هناك حضور الخطاب الأزهر الذي يعبر عن صحيح الدين محل خطاب الجماعات. النقطة الأخيرة وهي الإشكالية الأخيرة، هو لم حضرتك في ال4 سنين اللي فاتوا اديني حالة واحدة نستطيع من خلالها ان احنا نقول ان في إمام من أئمة الأوقاف طلع بفتوى جوه المسجد. هو مين صاحب الولاية على المسجد؟ وزارة الأوقاف. يبقى مين لما انت تيجي تدخل حتى تعمل مجلس إفتاء، لو انا افترضت ان الأزهر نظريا هو اللي هيبقى مسؤول هو الافتاء، لما يجي يدخل داخل المسجد هيدخل عن طريق مين؟ الأوقاف. عن طريق وزاره الاوقاف. يبقى وزاره الاوقاف هي اللي هتديله موافقه ان هي تمكنه من انه يبقى موجود داخل المسجد ليقيم مجالس افتاء. فحتى الممارسه الواقعيه لمثل هذه الامور على ارض الواقع. عاشرا بقى واخيرا، اشكاليه في غايه الاهميه، امر في غايه الاهميه، هو احنا عايزين ايه؟
عايزين نعترف ان احنا في بعض الائمه زي ما احنا عندنا مستويات عظيمه من الائمه والدعاء، في بعضهم على فكره بيدرب وعاظ في الازهر، وفي بعضهم بيسافروا يدربوا بره. انا اعرف ائمه بيدربوا علماء بره مصر من وزاره الاوقاف. زي ما احنا بنعترف ان في مستوى قليل، ده موجود في كل المجالات، في دورات انا الهدف من الدورات ان انا ارقيه. طب ما انا بقالي فتره عندي عدد كبير جدا من الائمه بياخد دورات في الافتاء في دار الافتاء. طب ما انا عندي عدد من الائمه انا بعمل له دورات للارتقاء بمستواه بالنسبه للافتاء والمستوى الناس. انا